يوم جديد وسنة جديدة لعام 2015، ويا رب تكون هاي السنة سنة خير على الجميع. ما زلنا مستمرين معكم في 5X5 Show، فقرات عديدة شيقة بانتظاركم، وبحلقة اليوم رح تكون مخصصة لأهم وأفضل إنجازات عام 2014 بخمس فقرات خمس مراتب مع أفضل خمس تصنيفات. Get ready، جهزوا حالكم لأن مشوارنا ابتدى، لكن بعد الفاصل. Best cars travel around the world. Lifestyle brands perfume. تعد السيارات من أهم وسائل النقل الحديثة وأكثرها استخداماً وأسرعها تطوراً وفي نفس الوقت أكثرها خطورة. عشان هيك منشوف الكثير من شركات ومراكز الأبحاث تداوم على ابتكار أحدث التقنيات للوصول لسيارات المستقبل اللي ما بتحتاج من الإنسان أي شيء سوى إنه يدلها على المكان. ورح نجد إنه في هناك الكثير من هاي المزايا اللي لابد من التحدث عنها بفقرة Best Cars. رح نبدأ بقائمة السيارات الخمس الذكية والأفضل لعام 2014 واللي تميزوا بكل شيء جديد ويحتلوا الصدارة بهذا العام. Number 5 Cadillac CTS. هيكل السيارة مصنوع من الألمنيوم وألياف الكربون والمغنيسيوم ومزود بنظام مانع للانزلاق بالإضافة إلى التوجه الآلي ونظام تتبع الحركة من أجل الحفاظ على ثبات السيارة. Number 4 Volvo V60 Plug-in Hybrid. تعد هذه السيارة الأولى من نوعها اللي تعمل بمحرك كهربائي يستخدم تكنولوجيا من نوع Plug-in and Hybrid والديزل، وباستخدام الكاميرات والرادار يمكن للسيارة انه تتوقف إجباري في الوقت المناسب، طبعا إذا استشعرت بوجود بشر أو حواجز أمامها. Number 3 تويوتا FCV. هذه السيارة هي ثمرة عمل شركة تويوتا، حيث أن معدل إنتاج 3 كيلو وات لكل لتر يعد إنجاز كبير. وطبعا هذا الشيء غير أنه عادم السيارة مجرد بخار ماء، وبهذا الإنجاز تكون تويوتا قد خفضت تكلفة إنتاج خلايا الوقود الهيدروجينية بنسبة 95%. And number 2 Mazda 3. تحتوي هذه السيارة الاقتصادية بمجموعة متميزة، أولها نظام نقل السرعات اللي بإمكانك تحويله بين القيادة العادية والقيادة الرياضية. And number 1 Mercedes S-Class. يمكن اسم مرسيدس الأشهر في عالم السيارات لكونه أول وأقدم شركة في هذا المجال، وفئة S كلاس هي فئة السيارات الذكية اللي تقدمها الشركة، وهي مزودة ب 500 مصباح صغير LED بالإضافة لاستخدامها كاميرات ليلية تعرض لك أي أجسام تظهر على الطريق وتنبهك بوجودها. will make it just about impossible. عالم السيارات عالم كبير وواسع جدا وشيق للغاية. أما عنوان الفقرة الأولى فرح يكون السيارات الخمس الذكية والأفضل لعام 2014. ملخص العام الماضي رح يكون بحلقة اليوم. خلونا ننتقل للفقرة الثانية لنسافر حول العالم.